البقية الله يسعدكم جميعا ويبارك فيكم. شيخ بندر سم. يقول يا شيخ بندر يا أبو عبد العزيز، من يسمعك يرتاح ويصبح عزيز، ويسأل التوفيق من الواحد العزيز. هلا أتحفتنا وأسعدتنا وأسمعتنا شيئا جميلا من قصصك الجميلة. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. بداية نحمد الله جل وعلا على بلوغ هذه العشر، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم المقبولين، يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، ووالدينا وإخواننا المسلمين، وأن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ الحجاج في هذه البلاد المباركة، ونسأل الله أن يوفق والد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين في هذه البلاد المباركة التي ننعم ولله الحمد والمنة والفضل بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنسأل الله أن يرزقنا إياكم واسع فضله ويديم علينا وعليكم هذه النعم. الله يسعدك. أقول يعني سبحان الله العظيم، دائما الاستشارات الأسرية أقول بحر ها لا ساحل لا ساحل له، يا سلام، بل محيط. ايوه بسم الله، اجعلها محيط، لا شيء به يحيط. يا سلام يا سلام. رح فبعض الاحيان تاتيك يعني حالات ووقائع، لكن فضل الله كبير في هذه البلاد المباركه، والخير كثير ولله الحمد والمنه. اتصل بي احد الشباب يوم الايام، ولعل هذه الحاله يمكنها قبل 10 سنوات او 11 سنه، وقال لي أبجيك الآن أنا ويا زوجتي، تقول طلقني. قلت مرة؟ قال مرة، تونا طالعين من السوق، ويوم جيت أخذها من السوق قال طلقني الآن، وأنا يا شيخ الآن أبجيك. قلت أنا بنام الآن تجيني وش جاي؟ قال المهم على السبيكر هي تسمعك. قلت وش بلاس يا بنتي وش جايت؟ كلكم متزوجين؟ قالت متزوجين لنا سنتين، وأنا صراحة خلاص ما لا ما ولا يفكر بس. قلت طيب وش اللي حصل؟ قالت أبغاه يطلقني وبس. قلت أنت يوم تنزلها ضاربها مسوي لها شيء؟ قال والله لا ضربت ولا شيء، منزلها للسوق ومعها مصروف ومعها أمورها طيبة، ولا لا الحمد ومعها بنيتها، متزوج اللي حول سنتين وعنده بنت يمكن عمرها 8 شهور أو 9 شهور، ما فيها أي مشكلة. قلت وش رأيكم لعلكم بكرة إن شاء الله تعالى؟ قال أجيك الصبح. قلت لا لا وش الصبح، لا لا لعله بعد المغرب. الصبح سبحان بروح العملي. قال يا شيخ ما الشاهد، ما الرجل يعني سبحان الله قلق وهي قلقة. فجوني بعد صلاة المغرب مباشرة، فجلست معهم. أنا عندي استمارة ولله الحمد، الاستمارة هذه تكتب الإيجابيات. قلت لا تكتبون السلبيات، اكتب الإيجابيات، وأنت تكتب أنت تكتب الإيجابيات وأنت تكتب الإيجابيات. كتبت إيجابيات جميلة عن الزوج، حبيب منفق يحب أهلي يقدرني، يعني ما رجل محافظ على أمور دينه، والعكس يعني ما شفته. قالت بس لا يناقش ولا يطولها قصيرة، أنا أبغى يطلقني يطلقني. سبحان الله. قلت طيب وش رأيت يا بنتي؟ وسعي صدرس، وش رأيت يصير بيني وبينت بكرة اتصال ولا بيني أنا ويات؟ قالت متى أكلمك؟ قلت كلميني في الليل، أنا بأشوف لعله يعني تركد الأمور، ما في شيء سبب، ما حصلت سبب مقنع. اتصلت علي على طول، دقت علي قبل صلاة الظهر، قالت مناسبة أكلمك الحين؟ قلت لا لا خليها، لا دقت علي قبل صلاة الظهر، رديت عليها بعد صلاة الظهر، قالت مناسبة الآن؟ قلت تدق. قالت لي شيخ خليه يطلقني تكفى. قلت أنت وش قصتك؟ وش جايت؟ قالت ما جاني أي شيء، لكن أبغاه يطلقني، أنا ما أقدر أعيش معه ولا يوم. قلت أنت يوم رحتي للسوق من قابلتي؟ هذا السؤال. قالت ها قابلت صديقاتي. قلت صديقات من؟ من صديقات؟ صديقات هي متخرجة من الجامعة، صديقات الجامعة، صديقات طفولة. قالت لا صديقات الثانوي. قلت طيب يوم جلستي معهم وش قعدت تسولفين وش قلتي لهم؟ قالت أنا طبعا انقطعت عنهم فترة الجامعة ثم تزوجت، ولد يعني
قطعت وصار بيني وبينهم تواصل، وقلت خلنا نجتمع في هالمول. اجتمعنا فسولفت عنه، قالت سولفت معه عن حياتي الزوجية من إلى. قلت أنت ذكرتي إيجابيات عن زوجك، ذكرتيها لهم؟ قالت نعم. قلت طيب وش قالوا لك؟ قال يقول قالوا لي كيف طحتي على هالعائلة؟ قال العائلة هذه أي كلام تقول. يوم قالوا لي، طبعا هي من بلد وهذا من بلد، لكن كلهم عوائل في هالبلاد المباركة، عوائل طيبة ولله الحمد، لكن بدأوا يتغامزون فيما بينهم البنات، وعرفت أن شافوا الخير على ظاهر، حتى أن شاري لها ساعة، سلمكم الله، شاري لها ساعة قال لي في الجلسة ب20,000 ريال. ما شاء الله، الله يبارك. فقعدوا يتكلمون عنها، قالوا مات العائلة هذه ما تصلح، ودنيا أنت بهي، وأنت من عائلة معروفة. البنية سيكينة عمرها 24 و25، على طول طارت في العجة. قلت لها بسألت سؤال، أنت تعرفين العائلة هذه؟ قالت أنت تعرف العائلة هذه؟ قلت ما ودي أقول أن العائلة هذه ترتفع عنك، ما يجوز أقول هالكلام، لكن أنا بقول لك أبسألت سؤال غير هالسؤال اللي سألتيني الآن. وش حالتكم المادية؟ وش وضع زوجك؟ وش وضعكم؟ قالت لا حالتنا المادية تحت مرة. قلت يعني حالتهم المادية؟ قالت وين، مع ماجستير الله يبارك، وماسك أعمال أبوه، يعني حالتهم أقل من أهلها. حالة الزوج أفضل من أهلها. إيه وأهلها قلت فقر أنتم؟ قالت والله حول الفقر أو هذا. حلو. قلت وانتي وشلون الزوج مع هالس؟ قالت منفق عليهم. قلت منفق عليهم. قالت وش الأخبار؟ ولا يقصر عليهم. قلت هي شفتي اللي كلمتيهم؟ قالت ها. قلت هذول يريدون شر فيس، ويريدون ما يبون لس الخير، لأنه سبحان الله العظيم شافوا هالنعمة اللي أنت فيها، وأنت عقلس ما أدري وين عقلس. جاهزة. يوم بكت بكاء شديد، وهو البكاء سبحان الله خيط لباب الخير، لأن المرأة دائما تعبر بالبكاء وشيء طبيعي وتبكي. قلت أنت تبين أنت نعمة، هالنعمة اللي أنت فيها تبين ترفسينها برجلس. باختصار أنت في نعمة عظيمة، زوجك هذا ما يقدر بثمن. أنت الآن يوم أجلس معكم تقولين سافرت عدة سفرات، في ناس أول ما يسافر سفرة، أنت تقول سافرنا كذا وكذا وكذا قالت هي والله خلال سنتين وزيادة سافرنا عدة سفرات. قلت احمد يا الله عز وجل على النعمة اللي أنت فيها، وهذولي سلمت الله سيأخذون عقابهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من خبب مرأة على زوجها أو زوج على زوجها ها فليس منا. فأنت هذول بيأخذون عقابهم. قالت ها كيف؟ قلت هي هذول خببوت، هذول قاعد بدأوا يتكلمون في زوجت أنه مو بطيب. إلين ششتي بكت. لكن أنا اللي عندي لس والله راين اسمه راشد، ها احمد الله على النعمة اللي انت عايشت فيها. والله جل وعلا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. اشكر النعمة اللي انت فيها لا بكرة. الحين تقولين هل حالتهم المادية بسيطة جدا؟ قالت لا تقريبا احنا فقراء. قلت احمدي ربك، وهذا ماجستير والله يبارك ماسك أعمال أبوه ومنعم الله عليه. والله جل وعلا يقول وقليل من عبادي الشكر، فاحمد الله جل وعلا الذي من عليك وتفضل. قالت الله يجزاك خير الله. قلت خلصنا؟ قالت خلص. عاد كلمني الزوج بعدها بيومين، قلت ها كيف؟ قال والله هدت. قلت هي وجدت ناس سيئين من صديقاتها، وانت يبغالك ترصصها تعرف من تروح له. ترى بعض الصديقات سيئات. انا اقول من هذه القناة ومن هذا المكان ومن هذه الحالة ومن هذه الواقع، اقول يا ابنائي ويا بناتي اتقوا الله جل وعلا واحمدوا الله على النعم، وهذه أرزاق يقدرها الله جل وعلا. كيف واحد يتجرأ على واحد، أو واحدة تتجرأ على واحدة، سيقف بين يدي الله جل وعلا وسيسأل. الواحد يحمد الله، احمد ربك على النعمة اللي انت فيها. أسأل الله جل في علا أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ويصلح لنا ولكم النية والذرية،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزاك خير. في تعليق أبو شباب؟ نعم في تعليق. أبو حسان الدكتور. لا بعد الدكتور. يمكن بعد دلين ثلاثة إذا ما علق واحد منكم بروح لأبو عبد الله، خليه هو اللي يعلق على سالم. الله رح لأبو عبد الله تعيش. طيب بالنسبة لله مدام ما ودنا نتكلم والله من الأدب العلمي يعني. نعم راقب. في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لعن من خبب زوجة على زوجها. ولذلك يا أخي تستغرب يا أخي كيف البعض الخلق سريع الاستجابة للشر، لأنه أجوف. ترى الإنسان إذا كان أجوف أدنى واحد يمطه. ينبغي على الإنسان المرأة والرجل ليش تقبل التحريش؟ معروف أن التحريش إنها من خصائص إبليس وجنوده. صحيح. فليش نقبل التحريش في زوج، في أخ، في قريب؟ أي تحريش يأتيك الإفساد لا تقبله. والله علمنا سبحانه وتعالى. لذلك الله يجزاك خير، هنيئا لك يوم أصلحت بينهم. أما الشيطان بجنوده وبأموره فقد بعث شراياه ليفرق بين الزوج والزوجة ومن غير شياطين الإنس اللي يتعاونون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا. ترى الإنسان إذا كان أجوف ينتبه الإنسان العلاقة تبع الله. لا تقول فاضي، ما عندنا أحد فاضي. عندك فراغ يا أختي المسلمة يا الزوجة، لا تقلبين وتشوفين إيش عندك. بعض من قد هي فاضية جت تشتكي الزوج، وإذا قد الزوج فاضي جاء يشتكي بيتعين واحد أحمق ما يعرف يوجه، ما بيقول مثل كلامك الجميل. الله يسددك. الله يسعدك يا عبد المحسن. في معليش أبو عبد العزيز خذ راحك، أنت عاد خدت حقك. خذ راحك مرة. الشيطان الآن جنوده ينشرهم كل اليوم فعلا، فيقول فرقت بين فلان وفلان ما يعطيه يعني ذاك فلان سوى ما سرق ما. لكن إذا جاء الشيطان فرق بين زوج وزوج قال أنت أنت، فتفريق بين زوج وزوج هذا مو بسيط. فهذولي اللي يسعون في الإفساد بين الرجل وزوجته علمهم أمرهم عند الله عظيم، يعني مو مثل أي أحد. إفسادهم بين الزوج وزوجته أمره مو بسيط. يقال أن الله العافية. يقال أنه يلبس التاج الشيطان. الخط الثاني ترى الخط الثاني الشيطان. الخط الأول شياطين الإنس. الشيطان ترى الخط الثاني يأتي قد لبطوا شياطين الإنس التحريش وقد رتبوا مثل الترتيب اللي كلمنا عنه. ركدوا شيء. أيوة فيأتي هو خلاص ما عاد إلا لمسات بسيطة. سبحان الله. والله يجزاك خير. يا سلام يا سلام. وش تقول أبو عبد العزيز؟ والله أنا أقول أذكر قصة بشكل سريع. أحد كفار قريش لما أقنعوه أنه يذهب ويؤذي النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فقالوا له أغلق أذانك لا تسمع له ترى ساحر. يحذرون ممن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يقرر شيء في الفطرة البشرية، أنك لا تقول أنك رئيس قوم ولا فاهم ولا عمرك 50 ولا 60، ستتأثر بمن حولك كائنا من كنت. ولذلك اختر الصحبة الصالحة. يعني تقول والله أنا فلان أشوف له في التيك توك ولا في السناب شات أنا أشوف بس وش عنده من تفاهات، سيأتي اليوم تتأثر به. شئت أم أبيت. ما هو شوف هذا صحيح. هذا فطرة بشرية، فطرة بشرية أنك تتأثر بمن حولك وما عندك من أقوال وأفعال وعادات وحركات تراك ما أخذها من اللي حولك. شوف الطفل أول ما ينشأ يأخذ حركات من وين، يكرر كلام من. لو يجيهم ضيف ويقول كلمتين مسكها الطفل. ترى النفس البشرية مثل السفنجة تمسك كل شيء. فلا تقول لي والله أنا بروح أشوف خوياي من زمان ما شفتهم وفيهم سيء وفيهم والعياذ بالله من عنده كلام سيء ولا اعتقادات سيئة. ابتعد عن صاحب السوء ولا تثق في نفسك زيادة عن اللزوم حتى لو كان عمرك فوق 60. الصحبة تؤثر فيك شئت أم أبيت. الله يحفظنا وإياك. في نقطة مهمة الحقيقة في الموضوع يا جماعة الخير، يعني نقولها باختصار. أنا أقول للزوجات في زوجة بسم الله عليها من أذهان ما يكون، ذكية ذكية ذهينة، أنا قالوا بسم الله عليها ذهينة، لا يمكن أن تتحدث بخصوصياتها عند الآخرين أبد، خصوصا الأشياء الزينة لا تتكلمون عند الناس. ترى ممكن تتكلمين أو ممكن الزوج يتكلم
عند أشخاص يفتقدون ما يذكره هو، يتمنونه، فيبدأون بقضية التخريب. بعضهم ترى ما يلتفت، يعني يمكن احنا كثير من يخاف الله عز وجل، ولا يمكن يعني أكون سبب في تخبيب. في ناس ما يهمه، بل ما يلتفت، بل يزين له الشيطان شغله ذا. وش يضر إلى زوج هذا؟ ممكن أنت تصيرين زوجته بعدين، وش يضر؟ وش يضر تكونين الثانية؟ ما يمنع. ممكن أنت بس تخربين العلاقة شوي عشان يدور له زوجة تمهدين لنفسك ويتزوجك. هذه مداخل للشيطان ممكن تحصل، لكن وين الذكية اللي ما تتكلم عن رجلها ولا عن حياتها ولا عن ما تي ملزومة؟ اعتبت الباب لا يظهر معها علم، حتى الأم وتوبوت لا يظهر شيء. أدري أنها صعبة، أدري بعضكم ما يصبر، لازم تروح تحكي على أهلها. تحملي، ممكن صارت الأم عاقلة وتوجيهها جميل لا بأس، لكن كل من هب ودب أجي وأسولف عليه، ترى هذا دمار. ثم بقول لكم معلومة وعجيبة، لو قلتي شيء سيء في زوجك أو شيء جيد في زوجك، ترى في يوم من الأيام بتحتاجين 1000 أمنية أنك ما تكلمتي. فإن كان شيء سيء، إيه أنت زوجك فيك كذا وفيك كذا، أنت اللي متكلمة، أنت اللي مطلع الهرج. إيه أنت، هي قال زوجها فيه صفات ومصفات، عشان كذا أنا أخذته، عشان كذا أنا دورته. فليش تتكلمين أصلا؟ أيضا الزوج نفس الكلام، في شيء حلو بينكم يا أخي أنت وزوجك، يركض يا أخوي خلها بينكم. والله شلون وضعه؟ والله الحمد لله بخير. لا تعرفون المشاكل لابد منها، لكن الحمد لله الأمور زينة، يعني الحمد لله. وأنت متشقق ده هناك ما في مشكلة ولا لا يا أبو؟ جميل. لا تتكلمون بكل شيء يا جماعة الخير، من ذا راح وهرج وكذا. طيب أنا مضطر أتكلم، ودي أتكلم. اختر من تتحدث إليه بعناية شديدة شديدة شديدة، بحيث أنه يوجهك التوجيه الصحيح. أنا أقول حرصوا على حياتكم، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. نسأل الله أن يوفقنا جميعا ويسعدنا جميعا يا ربي. الله أبو سعود سم، أتحفنا يا حبيبي. أبشر نبع عينك عقب هالكلام الطيب من هالحوات الغانة. والله أن الواحد صراحة يعني كلام أبو عبد هو موضوع، هذا موضوع مهم حقيقي جدا، والله جداً موضوع مهم جداً. وكم بيوت خربت وفسدت واندمرت أسر بسبب هالأشياء، لكن نسأل الله إن شاء الله أنه يخزي الشيطان ومن يتسبب على المسلمين بتفرقة، إن الله يلهي في نفسه. آمين 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 يا ربي. الله هذه قصيدة ذكرى الماضي وبيت